السلام عليكم ورحمة الله، معكم المهندسة آلاء كمال، هشرح النهاردة إن شاء الله البارت إديتور. طيب البارت إديتور إيه فايدته؟ دلوقتي إحنا عندنا الستراكشر بتاعنا ممكن يتعمل بطريقتين. أول طريقة اللي هي بنكريته عن طريق البارت بيلدر، ودي شرحناه قبل كده. تاني طريقة إن إحنا نكريته عن طريق البارت إديتور. البارت إديتور إحنا لو لاحظنا، لو جينا هنا من كريت ديزاين سيت الكتالوج بتاعنا، نفتح الكتالوج هنلاقي عندنا جينيريك درينج كتالوج، وهنلاقي عندنا متريك ستراكشر كتالوج. متريك ستراكشر كتالوج ديت اللي كنا بنستخدمها في البارت بيلدر، جينيريك درينج كتالوج هي دي اللي هنستخدمها في البارت اديتور. طيب منين نجيب البارت اديتور؟ من كريت ديزاين انفراستراكشر بارت اديتور. طيب هو لو مش موجود هنا هننزله منين؟ هنروح لاوتو ديسك اب وهنعمله داونلود منها، وما بيتسطبش ولا حاجه، بيشتغل على طول. نروح لـ Infrastructure Part Editor، نروح لـ Open My Parts Library، نفتح الـ Generic Drainage Catalog Metric، عايزين بقى نشوف الأول هو محتواه ايه. هنا في الـ Part Editor بيتكون عندنا الـ Structure ثلاث حاجات. لو جينا هنا هنلاقي فيه Surface Structure، وده الجزء اللي بيربط الكفر بالأندرجراوند ستراكشر. عندنا منه أشكال هنا كتيرة، عندنا الأندرجراوند ستراكشر عندنا برضو منه أشكال تانية، وعندنا تالت حاجة الجريت أو الكفر. بالتالي احنا دلوقتي عندنا المنهول بيتكون من التلات حاجات دول. طيب بيتكون من التلات حاجات دول ايه؟ احنا عندنا هنا ستراكشر وعندنا هنا اسمبلي. الستراكشر هو ده اللي فيه الحاجات ديت، من كل واحد فيه ايه العناصر اللي هي بيتكون منها الستراكشر. طب الاسمبلي دي اللي متجمع فيها التلات عناصر على بعض، يعني ده كده التلات عناصر على بعض، ده التلات عناصر على بعض. طب لو ضغطنا هنا دبل كليك هنلاقي ان ده بيتكون من دي، وبعدين لو مشينا هنا هنلاقي ان هو بيتكون من التلات عناصر دول اللي هو ده وده وده. طيب دلوقتي احنا عندنا الستراكشر بتاعنا، السيرفيس بتاعنا اسمه سيركيولر فريم اللي هو M01، والأندرجراوند اسمه سيركيولر كاتش بيزن M01، والجريت أو الكفر بتاعنا اسمه سيركيولر كفر M01. هنروح للثلاث حاجات ديت من الستراكشر ونشوف كل واحدة فيها ايه علشان نجمعهم بعد كده مع بعض. طيب أول واحد السيرفيس بتاعنا اللي هو سيركيولر فريم M01، بنكتب البارت نيم بتاعه هنا، وده الشيب بتاعه، ودي الديتيلز بتاعته. بنكتب شورت ديسكريبشن، بنكتب الاسم بتاعه، وهنا بيجمع لنا كل المقاسات بتاعته او الدايمنشن بتاعته. طيب دلوقتي احنا لو دوسنا على السهم ده نكبره علشان نشوف شكله ايه، ده السيرفيس ستراكشر اللي هو بيبقى مرتبط بالكفر من فوق، وكمان مرتبط بالأندرجراوند ستراكشر من تحت. تمام. طيب احنا دلوقتي علشان خاطر يلنك الكفر هنا من فوق احنا محتاجين ايه؟ محتاجين ان الديامتر بتاعة الجزء اللي جوه ده يساوي الديامتر بتاع الكفر. طيب الديامتر بتاع الكفر اللي هو ايه، او الديامتر هنا اسمه ايه؟ سي جي ديامتر. سي جي ديامتر ده هو ده الديامتر بتاع الكفر. طيب وبالتالي احنا عندنا هنا في السيرفيس ستراكشر لازم ان السي جي ديامتر ده يكون هو نفسه السي جي بتاع الكفر، نفس الرقم. تمام. طيب ومن تحت من هنا الأندرجراوند ستراكشر احنا عندنا ده اسمه ايه، اللي هو اس بي ديامتر اللي هو سيرفيس بورت ديامتر. طيب لازم ان السيرفيس بتاع الديامتر ده، الديامتر اللي هو هنا ده، لازم يكون نفس الديامتر بالظبط بتاع الأندرجراوند ستراكشر علشان يلنك معي. طيب لو الديامتر ده مختلف عن الديامتر بتاع الأندرجراوند، لا مش هيجي، مش هيرضى ان هو يشتغل معانا. لازم يكون مرتبط بالكفر ومرتبط بالأندرجراوند، وده اللي احنا هنشوفه مع بعض. تمام. طب احنا جينا لو هنا لقينا في هنا المقاسات كلها موجودة، السلوب والديامتر العادي والهايت والوال ثيكنس والاس بي ديامتر. طيب احنا هنا اللي هيهمنا ايه؟ ان السي جي ديامتر والسي جي هايت اللي هم هيرتبطوا بالكفر لازم يكونوا نفس الكفر بالظبط. طب احنا لو لاحظنا هنا
هنلاقي السي جي ديامتر عندنا 600 والسي جي هايت 75. طيب يعني لازم كده الكفر اللي من فوق يكون نفس الكلام، لازم السي جي بتاعه يكون في 600 والسي جي هايت هيكون 75. طيب لو رحنا للكفر اللي هو كان اسمه circular cover M01 ورحنا للبارت editing بتاعه، بالتالي هنروح هنا هنلاقي ان هو في هنا في كذا ارقام منه، لكن في فعلا الرقم بتاعنا اللي هو 75 والـ600، عشان كده ينفع ان احنا نحط الكفر ده على المنهول اللي على الـ على السيرفس ستراكشر اللي موجود. تمام، طيب نروح تاني للستراكشر بتاعنا، عايز يلنك من هنا بالاندر جراوند، الديامتر بتاع الاندر جراوند ستراكشر. طيب اللي هو اسمه ايه يعني هنا بس تبقى واضحة، الاس بي ديامتر هنا لازم تكون بتساوي الاندر جراوند ستراكشر ديامتر. تمام، هنروح للاندر جراوند ستراكشر بتاعنا، هنا الاس بي ديامتر هنا بكام؟ هنا في بـ1500 وفي تايب تاني 1800، يعني لازم يكون الرقم هناك في 1500 او 1800. طيب يكون اسمه سيركيولار كاتش بيزن M01 بارت اديتنج، هنروح للاندر جراوند ديامتر اللي هو ده، هنلاقي فعلا في 1500 وفي فعلا 1800 اهو، هو حتى بيعمل عليها كده الخط ازرق بحيث ان هو يبقى معروف، وحتى كتب لك هنا اس بي ديامتر، يعني هو اس بي ديامتر هو نفسه اليو اس ديامتر، لازم يكونوا بيساووا بعض عشان خاطر نعمل الاسامبلي بتاعنا. تمام كده ايه. طيب لو احنا بقى عايزين مثلا نفس الشكل ده والابعاد بتاعته هنا مش موجود اللي احنا عايزين نعمله، فهنعمل ايه؟ هنعمل اد رو وهنحط هنا الارقام كلها اللي احنا عايزينها، وهنروح برضو في السيرفس ستراكشر مثلا هنا وهنعمل اد رو وهنحط برضو الارقام اللي احنا عايزينها، وطبعا نراعي موضوع الحاجات اللي هي هتتلنك مثلا في الكفر او في underground structure، يعني المقاسات اللي احنا عايزين نعملها هنعمل لها add row ونكتبها هنا. تمام، طيب دلوقتي لو احنا عايزين نجمع بقى، يعني احنا دلوقتي عندنا حاجات already متجمعة، لو احنا عايزين الشكل بتاعها هو نفسه بس بمقاسات تانية، فاحنا هندوس عليها double click وبعدين هندوس next وهنشوف اساميهم ايه، وهنروح نقاد رو ونضيف المقاسات اللي احنا عايزينها. طيب لو احنا عايزين شكل مش موجود اصلا في الحاجات اللي عندنا في الاسامبلي ديت، هنيجي من هنا من edit كليك يمين new، هنختار مثلا الشكل ده هنسميه مثلا وليكن structure، next اختار مثلا الشيب ده، هو طبعا باي ديفولت الحاجات اللي مش موجودة المقاسات بتاعتها بنحط عليها علامة صفرة كده، ناخد مثلا واحد ده وناخد مثلا كفر ده، نكست نكتب الديسكريبشن بتاعنا، جينا هنا كده هنلاقي الشكل عندنا ظهر بالمقاسات اللي موجودة فيه. done، هنروح من publish okay select none، نختار ال structure بتاعنا next، احنا هنا في عندنا infraworks وعندنا civil 3D، احنا طبعا عندي عايزين civil 3D okay. نروح نفتح البرنامج بتاعنا، هو يفضل طبعا ان احنا نقفل البرنامج ونفتحه تاني عشان ساعات بيعلق كده. اول حاجة هنختار طبعا الكتالوج بتاعنا اللي هو اتسايب فيه اللي هو على السي،
كده، وهنختار بقى من هنا generate drainage catalog اللي احنا كنا شغالين عليه. نروح ال pipe network port list، نضيف هنا، هنلاقي نازل معانا structure metric. اوكي port size، هنلاقي كل السايز بتاعته نزلت هنا معانا. اوكي deploy، اوكي pipe network creation tool، اختار port list. اوكي بياخد وقت بس شوية. ده الشكل بتاعنا. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.